قدم رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير أحمد حديثا صحفيا أشاد من خلاله بأهمية يوم الدعاء والسلام وجهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في بسط السلام والاستقرار. بكل فرح وفخر وسرور تحتفل بلادنا اليوم باليوم الوطني من أجل السلام والأمن والاستقرار. هذا اليوم الذي تتميز به بلادنا عن باقي الدول في أنحاء العالم كله بأن يجتمع أبناء الوطن الواحد المسلم والمسيحي وغيره في مكان واحد وبلقب واحد يتضرعون لرب واحد ولقاية واحدة وهي السلام والاستقرار في بلادنا وكل أنحاء العالم. رغم التشرذم والتطرف والقتل والدمار في عالم اليوم، ولكن بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحنكته، لقد توحد الصف بين أبناء الوطن الواحد وأجمعوا جنبا إلى جنب متآخين متحابين. ومن هنا يشيد اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن سياسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. فلما الشمل الشعب التشاد بكامل أطيافه ومكوناته، ونضيع يدنا في يده لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا. كما أن هذا اليوم يصادف يوم إعلان بلادنا جمهورية تشاد مستقلة ذات علم واحد ونشيد، فهو يوم عزيز على كل قلوب التشاديين. وبمناسبة هذا الالتحاق، لن نسمح لأي كان أن ينال من بلادنا أو رموزها عاشت جمهورية تشاد حرة مستقلة. والتحية والتقدير والاحترام لصانع السلام وراعي الأمن والاستقرار فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. شهد مركز فاطمة الزهراء بحارة دينجسو احتفالا بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. آدم حنفي فاضل. تزامنا مع أيام الاحتفال بعيد ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ما دفع بصاحبة مركز فاطمة الزهراء السيدة فاطمة ميريسيل بتنظيم هذه المناسبة التي من شأنها تصف صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. مناسبة شهدت العديد من الفرق التي تعيش جل حياتها ذكرا واستغفارا ومدح المصطفى عليه الصلاة والسلام. عضو ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ محمد جمعة، والذي أشار في كلمته واصفا مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد الرحمن حامد مناوي بدوره يعلم الكثير عن مكانة المدح والممدوح صلى الله عليه وسلم، أشار في كلمته عن أهمية هذه المناسبة، ويشار إلى أن مركز فاطمة الزهراء بحي دينجسو سينظم هذا الاحتفال في كل عام. كما احتفل أهالي منطقة دوغيا بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هارون أبا آدم. في سلسلة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، فقد نظم أهالي قرية دوغيا بالتعاون مع المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية فرع ماني احتفالا حضره عددا كبيرا من العلماء والأئمة والدعاة، فضلا عن المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين. وبهذه المناسبة قدم رئيس اللجنة المنظمة الإمام حسن بكر كلمة أوضح فيها بأن أهالي هذه المنطقة يحتفلون بهذه الذكرى للتعبير عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من صلى الله تبارك وتعالى عليه وأمر الملائكة بأن يصلوا عليه، ثم أمر المؤمنين جميعا بأن يصلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من جهته الأمين العام للمجلس الفرعي للشؤون الإسلامية فرع ماني الجوني جد عيسى أكد بأن المجلس الفرعي لماني اعتاد على تنظيم احتفالات بكبرى المدن والقرى التابعة لمركز إداري ماني بذكرى المولد النبوي الشريف بقصد توجيه أبناء المسلمين بالتمسك بالموروث الديني، كما تعاقب عدد من المشايخ حيث عربوا عن شكرهم لأهالي دوغيا. أما ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الجوني إبراهيم عبد الله محمد، فقد أكد بدوره أن المجلس يدعم مثل هذه المبادرات الكريمة والمباركة، داعيا المحتفلين بتخليد ذكراه عليه الصلاة والسلام كل عام لغرس محبته وأخلاقه وشمائله في نفوس الصغار والكبار. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على ما
سبيل الإنباء وأبوهما بين السرى والماء ثم استمر النور في بهذا الخبر الديني. معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.